اليوم السي اس اس يفشل في العبور للمربع الذهبي، شنو هي الاسباب؟ شفناكم في الماتش حتى في اخر 20 دقيقه نقولوا ماهيش موجود السي اس اس. في بالي كل شيء اللي حبينا عملناه برمي ميتو ماركينا زميتو، ما دخلناش كما يلزم، معناتها كما تعرف يمكن ضغط نتاع الماتش نعرفش ما لا غالب. فما في بالي فما حتى واحد بخل اليوم، البلاد الكل حبت تربح، حبينا نمشيو بعيد، الله غالب هذيك هي الكره، نحاولوا نصلحوا رواحنا وان شاء الله الجاي خير. وكا بعد ما ماركينا الهدف معناها كلي ولات في مخ الاولاد معناها تخاف تقبل بوند وتولي ما معناها ملزوم باش مركزوا اهداف. ونا با برودوي معناها لو بون جو اللي مساسين نقدموه في طيب الميري، وخرجنا على ضربات الحظ معناها ما علينا كان نقدموا ونخدموا معناها كتشوف وليدات صغار ان شاء الله المستقبل قدامهم كا ان شاء الله. عاملين عليها كاس الفرقه هذه، تعرف الناس كل كانت عاملة عليها سواء جمهور ولا ملاعبيه ولا هي، ما كتبش كاو في بالي رجعنا في النتيجه معناتها في الهزيمه نتاع الاهلي من بعد ربيت الحظ معناتها ربي ما كانش ما كتبش باش نتعداو الله غالب كاو تو ما علينا كان قدام زالت عندنا بطوله كاس نركزوا فيهم وان شاء الله ان شاء الله سنه نخرج بحاجه ان شاء الله.